بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس باسكال ودلفي. رأينا في الدرسين السابقين الجملة الشرطية if، وقلنا أن الجملة الشرطية if تحقق شرط من شروط القيمتين بولين، يعني إما الشرط يكون صحيح و true أو يكون false. وقمنا بإعطاء أمثلة عملية لنفهمها أكثر، وقلنا أن if هي بلوك واحد يحقق إحدى القيمتين إما true وإما false. الآن نعمل على هذا البلوك. إذا تحقق الشرط ينفذ البرنامج ويحقق المطلوب، وإن لم يتحقق الشرط فإنه لا ينفذ الأكواد. في هذا الدرس سنتطور في استعمال البلوك if، واليوم معنا كلمة جديدة أو كلمة محجوزة جديدة في البرنامج الخاص بالباسكال، وهي كلمة else. ما معنى كلمة else برمجية؟ هي تفتح بلوك آخر تحت هذا البلوك، في نفس البلوك يعني، وتأخذ else القيم الأخرى هذه، ولكن تعكس المطلوب الذي هو في البلوك الأول. يعني إذا كان الشرط الأول لم يتحقق بـ false فإن الشرط الثاني سيتحقق بعد الـ else بـ true، يعني تعطينا العكس والشرط سيتحقق بـ true. وعند إضافتها إلى البلوك الخاص بـ if والتي تشكل معه نفس البلوك ولكن بعكس الشرط أو الشروط في الأسطر البرمجية، فإن شرط واحد من الاثنين أكيد سيتحقق، ومستحيل عند استعمالها تحقق الشرطين معا. إذن نذهب الآن إلى الجانب العملي ونرى المثال السابق. نفتح برنامج الباسكال ABC.NET ونذهب إلى المثال الذي رأيناه. قلنا المثال هو عبارة عن عددين نقارن بينهما، نقول له نطلب من المستخدم إدخال الرقم الأول وإدخال الرقم التالي، ونعمل مقارنة ب if البلوك الأول. إذا كان نمبر 1 أصغر من نمبر 2 فإنه يظهر لنا رسالة تفيد بذلك، وإذا كان نمبر 1 أكبر من نمبر 2 فإنه يظهر لنا رسالة تفيد بذلك. وقد قلنا أن مثلا هنا 15 وهنا 10، ولاحظوا أن 15 15 أكبر من العشرة، وبالتالي الرقم الثاني أصغر من الرقم الأول. نعكس العددين، إذن 10 وهنا نضع له مثلا 5، إذن نلاحظ أن الرقم الثاني أصغر من الرقم الأول، الرقم الثاني أصغر من الرقم الأول. هذا كان مثالنا السابق. إذن لاحظوا هنا لدينا بلوك أول وبلوك ثاني. هنا يمكننا أن أو يمكن أن تكون هناك بعض المشاكل، ربما ينفذ الكود الأول أو لا ينفذ الكود الثاني أو لا ينفذ الأكواد معا، هنا مشكلة. ولكن عند استعمال الألز فإننا نضمن على الأقل أنه سينفذ أحد الشرطين. إذن كيف نعمل؟ نضع هنا، لاحظوا الكتابة، نضع if، نضع شرط، نضع then،
ونضع السطر البرمجي ونضع هنا else. عندما نضع else سيغنينا عن الإف الثانية أو البلوك الثاني، إذا سيغنينا عنه، نقول نضعه في تعليق، سيغنينا عن البلوك الثاني، يعني else هذه تعوض هذا السطر، يعني والالز هنا بمعنى عكس العملية، يعني عكس الشرط هذا. إذن وهنا في السنتاكس الخاص بالإف هذا كله يعتبر بلوك، ليس مثل السابق عندما كانت الإف بلوك واحد والإف الثانية بلوك واحد، ولكن الآن الشرطين هنا محققين في بلوك واحد، لاحظوا بلوك واحد. إذن وهنا في هذا السطر ستظهر لنا مشكلة بسبب أن النقطة الفاصلة أبدا لا نضعها في السطر الذي يأتي قبل الألز، النقطة الفاصلة أبدا لا نضعها في السطر الذي يأتي قبل الألز، لأن النقطة الفاصلة ستغلق البلوك إف، وبالتالي عند نزعها ستأخذ البلوك كاملا. إذا ننفذ، لاحظوا أن هناك مشكل في الألز، عندما ننزع النقطة الفاصلة فإن البرنامج سينفذ عادي. إذن وندخل القيمة الأولى 15، القيمة الثانية 25. إذن ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن number 1 أصغر من number 2، number 1 أصغر من number 2. هنا نغير الإشارة، إذن number 1 أو نترك هذه الإشارة كما كانت، عفوا، إذن قلنا number 1 أصغر من number 2، إذن هنا ندخل قيمتين جديدتين، أقول له 11 و 14. إذن يقول لي number 1 أصغر من number 2. الآن ندخل قيمة الثانية أصغر من القيمة الأولى 15 10. إذن يقول لي الرقم الثاني أصغر من الرقم الأول عكس الأولى، عكس الأولى. إذن قلنا أن الإف هنا الإف في السنتاكس تكتب هكذا، إف نضع الجملة الشرطية ثم then، يعني كلمة مفتاحية، الكلمات المفتاحية للبلوك كامل هي إف then وألز. قلنا ألز تعكس الشرط الأول، وبها نضمن أن إحدى الشرطين يعمل، يعني إذا كان هذا الشرط، لاحظوا ألز عوضت كل هذا الشرط وكل هذا السطر البرمجي وعكست لنا الشرط. وقلنا أن قبل الألز في السطر البرمجي الذي يأتي قبل الألز فإننا لا نضع النقطة الفاصلة أبدا، لأنه سيغلق البلوك إف عند حدود تلك النقطة الفاصلة، بلوك الإف، وبالتالي يجب حذفها ووضع الألز أسفل السطر البرمجي لكي ينفذ أحد الشرطين. إذن كان هذا الدرس عن if else statement. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.